لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. أنت ترد بعقلك ونقبل بعقله وده يرد بعقله وده ينكر بعقله يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر. برحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وما زلنا بننقل لحضراتكم أحدث وقائع معركة أين الله الجزء 48، وعنوان حلقتنا النهاردة الأزهر يأخذ عقيدته من مخانيس الخوارج. إحنا شفنا في الحلقة اللي فاتت إن المعتزلة كان بدايتهم إن كان حسن البصري قاعد في المسجد في حلقة وجي واحد سأله عن مرتكب الكبيرة هل هو كافر أو مؤمن، فكان رد حسن البصري إن مرتكب الكبيرة فاسق ومش بيعتبر كافر يعني مؤمن بس إيمانه ناقص. فتلميذه واصل ابن عطاء قال مش مسلم ومش كافر وهو في منزلة بين المنزلتين، وراح اعتزل المجلس وتبعوا ناس معاه فبقى في مذهب جديد اسمه مذهب المعتزلة. طيب يا معتزلة، لو كان مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين احتمال انه في الاخر بسبب اعماله يبقى مؤمن او على الاقل خارج الكفر، ما ينفعش يكون في الدنيا مش مسلم ومش كافر وفي الاخيرة يكون مصيره زي مصير الكافر في النار. يعني انتوا يا معتزلة كأنكم بتخالفوا الخوارج في بس يعني مخالفة لفظية، واخترعتوا حاجة اسمها المنزلة بين المنزلتين، لكن في الحقيقة انتوا بتوافقوا الخوارج. وخلينا نشوف الشيخ ابن عثيمين هيقول ايه في الفيديو اللي جاي. والخوارج صرحوا بانه كافر وانه حلال الدم والمال وكلاهما قد خالف الصواب. وزي ما شفتوا الشيخ ابن عثيمين وهو بيقول ان الخوارج يصرحون ان مرتكب الكبيرة كافر يعني هيكون خالد في النار، وانه حلال الدم والمال والاثنين الخوارج والمعتزلة خالفوا الصواب. ونشوف الامام الاكبر شيخ الازهر الدكتور احمد طيب هيقول ايه عن الخوارج في الفيديو اللي جاي. لو رحت للخوارج يقولون ان مرتكب الكبيرة كافر. طبعا شيخ الازهر الدكتور احمد طيب قال بكل وضوح حكم الخوارج في مرتكب الكبيرة كافر، وده لان شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب عاوز يوهم الناس ان الازهر مش بياخد اي عقيدة من الخوارج. عشان كده شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب اختصر كلامه عن الخوارج وما كملش زي ما عمل الشيخ ابن عثيمين اللي قال ان حكم الخوارج على مرتكب الكبيرة انه كافر وحلال الدم والمال. شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب ما شرحش كلامه عن الخوارج لانه يعرف انه بيدلس، وعارف تماما ان المعتزلة والخوارج حكمهم واحد على مرتكب الكبيرة، هما الاثنين متفقين ان مرتكب الكبيرة مخلط في النار مش في منزلة بين المنزلتين في الدنيا مش مسلم ومش كافر وفي الاخرة مش في الجنة ومش في النار. نعيد كلامه علشان نتأكد من تدليس شيخ الازهر الدكتور احمد طيب ونشوف الفيديو اللي جاي. خياء حاجة عجيبة، طب فين المنزل؟ احنا بنعرف في جنة او في نار، ما فيش حاجة اسمها منزلة بين المنزلتين بين الاثنين. وده حكم وده عقيدة عندهم، ده اللي كانوا بيفرضونها على الناس. وزي ما شفتوا الشيخ الازهر في تدليسه اللي بيوهم به الناس ان صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين يعني لا في الجنة ولا في النار، يبقى لما المعتزلة بياخدوا نص كلام الخوارج هيكونوا ايه؟ شوفوا معي الفيديو اللي جاي للشيخ وليد السعيدان وهو بيرد على السؤال ده ونشوف مع بعض. والمعتزلة خنافي للخوارج، المعتزلة خنافي مخنثون يعني أنهم خنثى. لما؟ لأن قولهم يفضي إلى قول الخوارج، ولكنهم خافوا من أهل السنة أن يفضحوهم. أنا أعتذر للسادة المشاهدين طبعا من الألفاظ اللي في الفيديو اللي فاتت، بس الكلام ده موجود فعلا في كتب غلاة الحنابلة الوهابية النجديين إن المعتزلة هما يعني مخانيس الخوارج. وكلام الشيخ وليد سعيدان هو الجواب على سؤالنا، لما المعتزلة بياخدوا نص كلام الخوارج هيكونوا إيه؟ يعني لما قول للمعتزلة يفضي إلى قول الخوارج، بمعنى نتيجة كلام المعتزلة اللي هو المنزلة بين المنزلتين في مرتكب الكبيرة إنه هيكون في النار يعني في الدنيا مش مؤمن ومش كافر، لكن في الآخرة كافر مخلص في النار. وده هو اللي بيقول الخوارج برضو إن مرتكب الكبيرة كافر مخلص في النار. عشان كده
ولكن حنابلة الوهابية النجديين بيسموا المعتزلة مخانيس الخوارج. يبقى يا شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب، إزاي تاخدوا العقيدة من مخانيس الخوارج؟ إزاي الأزهر أعظم مؤسسة دينية إسلامية في العالم تكون عقيدتها متاخدة يعني من مخانيس؟ هل ترضوا يا شيوخ الأزهر ويا طلاب الأزهر، وهل ترضى الأغلبية الكبرى في الدول الإسلامية إن المذهب اللي يعكس الإسلام، المذهب اللي قاد المسلمين ولا يزال يقودها زي ما بيقول شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في الفيديو اللي جاي ونشوف مع بعض؟ المذهب الذي عكس الإسلام وكان له وجود تاريخي موجود، ومذهب قاد المسلمين فترة طويلة ولا يزال يقودها ويقود الأغلبية الكبرى في الدول الإسلامية. وزي ما شفنا شيخ الأزهر بيقول المذهب الذي عكس الإسلام وكان له وجود تاريخي موجود، ومذهب قاد المسلمين فترة طويلة ولا يزال يقودها ويقود الأغلبية الكبرى في الدول الإسلامية، وطبعا قصده على المذهب الأشعري. هل ترضوا يا مسلمين ان عقيدتكم عقيدة متاخدة من مخانيس، او ان عقيدتكم تكون عقيدة مخانيس وتاخدوها من كتاب للزمخشري المعتزلي زي ما هتشوفوا على الشاشة اهو قدامكم من مجلة الأزهر صفحة 16 في الفقرة الثانية مكتوب: وفي الكشاف ان المراد بتسبيح اسمه تعالى تنزيه عما لا يصح من المعاني التي هي الحاد في اسمائه تعالى، كالتشبيه مثلا، وان يصان من الابتذال والذكر لا على وجه الخشوع والتعظيم. وزي ما شرحنا قبل كده ان كتاب الكشاف ده للزمخشري وهو من ائمه المعتزله، والمعتزله بيسموهم مخانيس الخوارج. وكلمة مخانيس ملهاش هنا علاقة بالجانب الأخلاقي، لكن معنى التخنس العقدي أو التخنس في العقيدة. ولما الأزهر بياخد العقيدة من المعتزلة اللي بياخدوا العقيدة من الخوارج بشكل غير صريح، يعني بيصرح بجزء من عقيدته اللي بتوافق المسلمين، ومش بيصرح بالحتة اللي هو بيعرف إنها تصدم المسلمين ويخاف إنه يقولها فبيخبيها. الشيخ وليد السعيدان هيشرح لنا فضيحة المعتزلة اللي الأزهر بياخد العقيدة منهم، ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي للشيخ وليد السعيدان. ودليل فضح المعتزلة من وجهين: الوجه الأول أن تقابل دائرة الكفر والإيمان تقابل نقيض، إذا لم يكن ليل فهو نهار، إذا لم تكن متحركة فهي ساكنة، وإذا كانت ساكنة فهي متحركة. تقابل الإيمان الأكبر والكفر الأكبر تقابل نقيض، فمن خرج من دائرة الإيمان الأكبر دخل في دائرة الكفر لزاما، ما في واحد بين الدائرتين. وزي ما شفنا الشيخ وليد السعدان ويقول ان فضيحة المعتزلة من وجهين: الاول الكفر والايمان نقيدان، يعني الواحد عكس التاني، فلو قلنا دلوقتي ليل يبقى ما فيش نهار، ولو قلنا في حركة يبقى ما فيش سكون، والعكس صحيح، فما فيش حد يبقى مسلم وكافر في وقت واحد، فلو خرج من الايمان هيبقى كافر، ولو خرج من الكفر هيبقى مسلم، مفيش حد في النص أو بين المنزلتين، يعني يبقى بين الكفر والإيمان، فلا هو مسلم ولا هو كافر، الكلام ده مش موجود. وبعد كل اللي قلناه لحضراتكم عن المعتزلة إزاي ابتدت، واتكلمنا عن السبب في نشأة المعتزلة، وكان السبب سؤال ليه مفهوم عقدي اللي هو حكم مرتكب الكبيرة، وإحنا اتكلمنا عنه لأنه كان الشرارة الأولى في خروج أو تأسيس المعتزلة كفرقة إسلامية. ودلوقتي أنا هعمل لكم ملخص لحلقة النهاردة. شفنا في حلقة النهاردة إن المعتزلة بيخلفوا الخوارج لفظين فقط، واخترعوا حاجة اسمها المنزلة بين المنزلتين في مرتكب الكبيرة، ولكن في الحقيقة هما بيوافقوا الخوارج إن مرتكب الكبيرة كافر، يعني هيكون مخلد في النار. والاثنين الخوارج والمعتزلة خلف الصواب زي ما قال لينا الشيخ ابن عثيمين. والمعتزلة بيقولوا ان مرتكب الكبيرة مش مؤمن ومش كافر في الدنيا، لكن في الآخرة مخلد في النار، وده هو اللي بيقولوا طبعا الخوارج، ان مرتكب الكبيرة كافر ومخلد في النار. وعشان كده الحنابلة الوهابية بيسموا المعتزلة مخانيس الخوارج، لأن قول المعتزلة في النهاية بيفضي إلى قول الخوارج. وكان سؤالنا إزاي الأزهر بياخد عقدته من المعتزلة وينقل من كتاب الكشاف للزمخشري في مجلة الأزهر، والمفروض هو فاهم
إن المعتزلة كلامها هو نفس كلام الخوارج مع تغيير الألفاظ. إزاي الأزهر ياخد عقيدته من مخانيس الخوارج؟ وتابعوني في الحلقة الجاية مع مفاجأة جديدة في عقيدة الأزهر، وألتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. أنت ترد بعقلك ونقبل بعقلك، ودي يرد بعقله وتنكر